حالة اختلال جهاز المناعة حصل لها بالترتيب مع بعض كده. أول حاجة حصلت لها غدة درقية، هو الموضوع لسه هنتكلم عليه، بس هنتكلم عليه دلوقتي. حصل لها نقص في الهرمون بتاع الغدة الدرقية. زي ما قلنا إن زيادة هرمون الغدة الدرقية بيحصل نتيجة خلل في جهاز المناعة، نقص هرمون الغدة الدرقية برضو بيحصل نتيجة خلل في جهاز المناعة. فدلوقتي جهاز المناعة بتاع مدام سعاد فهم الغدة الدرقية بتاعتها غلط، فابتدى يكون أجسام مضادة ضدها، فابتدى يكسر فيها، فابتدى الهرمون يقل لحد دلوقتي والدنيا ماشية صح خالص. دايما جهاز المناعة لما بيحصل فيه لخبطة بيجي مرض تاني مناعي ممكن يجي معاه، لأن الأمراض المناعية ما بتجيش فرادة، لازم بتيجي في مجموعة كده مع بعض بتضايق الناس أكتر. فواضح جدا إن الصدفية اللي جات لها برضه هو عبارة عن مرض مناعي، بيبقى عبارة عن زيادة في التسارع بتاع إنتاج الكيراتين بتاع الجسم. طبيعي جدا إن الكيراتين بتاع الجسم ده بيحصل له إحلال وتبديل، إحنا ما اتولدناش بنفس الجلد ده، كل 28 يوم الجلد ده بيقع وبيطلع بداله جلد سليم، إحنا ما بنحسش بالموضوع ده. مريض الصدفية نتيجة خلل مناعي بيحصل تسارع في إنتاج الكيراتين، فبيحصل طبقات كيراتين أو طبقات جلد بتبتدي تتكون قبل ما الطبقات القديمة تقع، فبيبتدي يحصل لها طبقات زي الشكل بتاع الصدفية بالظبط، وهي حتى اسمها صدفية لأن القشور بتلمع شوية عاملة زي اللؤلؤ أو عاملة زي الصدف. فكان العلاج بتاع مدام سعاد اللي هي قالت عليه اللي هو الميزوتريكسيت ده عبارة عن علاج بيهدي جهاز المناعة. فالعلاج ده ضرب لي عصفورين بحجر، ظبط لي الغدة الدرقية طبعا مع الهرمون البديل اللي هو الريبليسمنت هرمون اللي بتاخده، وفي نفس الوقت ساعد لي ان الصدفية تهدى. المشكلة ان مع المدى الطويل الجهاز ده الميزوتريكسيت ده بيبتدي يأثر لي على بعض الأجهزة في الجسم زي الكلى وزي الكبد، فلازم لما هتكون بتاخديها مدام سعاد فترة طويلة الميزوتريكسيت على الأقل كل 3 شهور بنعمل وظائف كلى ووظائف كبد. للأسف حضرتك قلتي إن زادت نسبة الكرياتينين عند حضرتك، يعني وظائف الكلى اختلت، فغصب عني هبتدي هوقف العلاج ده مؤقتا لحد ما أروح لدكتور يتابع معايا، لأن الحالة بتاعت حضرتك مش سهلة. مؤقتا أنا هوقف العلاج ده وهستنى فترة تانية وأعمل وظائف كلى ووظائف كبد مرة تانية. هحط حاجات مرطبة كتير بالنسبة للصدفية، لأن الصدفية عبارة عن جفاف في الجلد وطبقات جلد على بعضها، هحط مرطبات كتير قوي، في حاجات اسمها اويل باث في الحمام بتاعها، الصابون بتاعي ما يبقاش صابون قاسي، يبقى فيه صابون فيه جليسرين، يبقى فيه زيوت، هستخدم بقى كريمات علشان تقشر لي الجلد ده. واضح ان حضرتك بتستخدميها، كريم بيبقى فيه ساليسيليك اسيد عشان يقشر لي الجلد، كريم فيه فيتامين دي بيبقى مناسب جدا، ويا ريت حضرتك تستشيري برضو دكتور عشان ينقلك على نوع علاج تاني علشان يحاول يظبط لك الصدفيه. في انواع علاجات تانية كتير زي فيتامين اي المخلق برضو بيساعد جامد جدا في الصدفية، بس محتاج برضو تعملي وظائف كبد ووظائف كلى لازم تكون مظبوطة شوية.